الآن مع كلمة اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الحضور الكريم. لقد كان لرعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أكبر الأثر لنجاح المؤتمر في نسخته الأولى والثانية، كما سيكون رعاية سيادته للنسخة الثالثة استمراراً لهذا النجاح. لقد كان لرؤية سيادته الثاقبة في توطين الصناعات الطبية، أدوية، أجهزة، مستلزمات خلال التكليف بالشراء الموحد لجميع المستلزمات الطبية عام 2015 أكبر الأثر في تأمين مصر في مواجهة أزمة وباء كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومشاكل سلاسل الإمداد. وبناء على توجيهات سيادته أن يستفيد أشقائنا في الدول الإفريقية من هذه الخبرات، سيكون تركيز هذه النسخة من المؤتمر والمعرض الإفريقي على تحديات التوطين الصناعات الطبية في إفريقيا وكيفية التغلب عليها، وهو ما سيتم نقاشه أمام سيادتكم في الجلسة الحوارية التي تضم كل الخبرات في مجال التصنيع الطبي، وذلك تماشياً مع رؤية الاتحاد الإفريقي لتوطين الصناعات الطبية بحلول 2063. اسمحوا لي أن أقدم سيادتكم بالأرقام مقارنة بالأرقام التي عرضت بالنسخ السابقة من حيث الاعتماد على التصنيع المحلي وما تم إنجازه. أولاً، صناعة السمنات الطبية سواء عدسات ومشارة رمد، أسطرة قلب، سرنجات آمنة، أكياس كولوستومي، مستلزمات عمود فقري، غيارات طبية، مفاصل الحواس والطوارئ، مستلزمات الجراحة العامة. دي النسبة اللي عرضت في المؤتمر السنة اللي فاتت، ودي النسب اللي إن شاء الله أنجزت هذا العام. توطين صناعة أجهزة ومستلزمات المعامل سواء حضانات معامل، تحاليل كيمياء الدم المانيوال، شرائط السكر، تحليل صور الدم، الكواشف السريعة للفيروسات والمخدرات، الكواشف البيولوجية، كواشف مزرعة الدم. هيا فندم، يعني في نسب زادت سواء حضانات معامل، تحليل كيمياء الدم، إنما في نسب كنا أساسا بنعتمد على الاستيراد بنسبة 100%، بدأنا نحقق الحمد لله إنجاز في التوطين ونعتمد عليه. النسب صح بدأ لسه ضعيفة، بس إن شاء الله على السنة الجاية هكون نسب أكبر. زي استراح صور الدم وصلنا دلوقتي 20%، كواشف السريعة الفيروسات المخدرات وصلنا 25%، البيولوجية 40%، كواشف مزرعة الدم 50%. توطين صناعة الأجهزة الطبية سواء ترابيزات عمليات، أجهزة التعقيم المركزي، الآلات الجراحية، وحدات الأسنان، كراسي الغسيل الكلوي، الأسرة والأساس الطبي. دي نسب بتاع السنة اللي فاتت ودي نسب السنة دي. حقيقة بالتنسيق مع الزملاء في هيئة الدواء الحمد لله في إنجازات حصلت في توطين كثير من الصناعات. الباراجراف الجاي ده فندم أهميته إن دي اكتمال منظومة الدم في تصنيعها. هنبدأ بمشتقات الدم، وده اللي حقيقة كان مشروع اللي فكر فيه وأمر به السيادة الرئيس 2014، وسيادتك تابعته في خطوات تنفيذه إلى الآن. والحمد لله تم تغطية كافة احتياجات الجهات من خلال إجراء عمليات تصنيعية على البلازما المجمعة من السوق المصري عن طريق شركة جريفوز المصرية، مثل هيومن ألبين اي في جي فاكتور 8. قرب الدم، وحقيقة تم توقيع اتفاقية مع شركة جي ام اس اليابانية، ودي عرضت على سيادتك. واهم حاجة فندم، احنا دلوقتي لما بنعمل اتفاقية مع اي شركة بتشمل الجوانب الاتية، بالذات لما يكون شركات عالمية: نقل التكنولوجيا، استعمال العلامة التجارية، ادارة المشروع بشكل متكامل عشان ناخد الخبرات متكاملة ويربوا أجيال يتعلموا الصناعة دي، والتصدير الحصري لدول الشرق الأوسط.
دي القواعد اللي احنا سيادة الرئيس امرنا بالتزام بيها، وده الحقيقة اللي تقريبا في كل التفقيات بنبقى مصرين عليها. مزارع الدم بناء توجيهات الامم المتحدة لتقليل الاستخدام الزائد والغير ضروري للمضادات الحيوية، فكان اهتمام الدولة المصرية بإجراء اختبارات مزارع الدم للأطفال والكبار والبدء في التصنيع المحلي ليصل حالياً 50% من إنتاج السوق المحلي. تحليل صور الدم نظر اللي احنا كنا قبل كده بنعتمد عليها في الاستيراد كاميرا، الحمد لله وصلنا دلوقتي 20%. حقيقة برضو يا فندم بالتعاون مع زملاء فئة الدواء تم توطين صناعة الأنسولين البشري، صناعة الأدوية البيولوجية وأدوية أوراد أودية الأورام واللقاحات، اللقاح السداسي، ودي اتفاق بين شركة بيوجينيريك وشركة سانوفي لتوطين اللقاح السداسي. في نقطة مهمة كمان يا فندم، إن الشركات العالمية المتواجدة في مصر الحمد لله وطنوا أكتر دلوقتي من 70% من اللي هو أدوياتهم اللي كانت موجودة في السوق المصري بقت تصنع هنا في مصر. الباراجراف الجاي ده يا فندم له أهمية في النقطتين اللي هشرحهم قدام معاليك. تم إنشاء مصنع وتوطين مصنع وإن شاء الله إنتاجه هيظهر قريب لمادة الزيركونيا. مادة الزيركونيا ده يا فندم دي بتخش تقريبا مش بس في تركيبات الأسنان، إنها في معظم الصناعات الأخرى حتى الطائرات يعني. أهمية المادة دي إن مصدرها هيبقى إن شاء الله من الرمال السوداء في المصنع اللي هو في كفر الشيخ. النقطة الثانية فندم اللي يهمني برضو أعرض أقدم سيادتك، شركة GE الأمريكية لأول مرة قررت إن هي من خلال هذا المؤتمر تعلن عن إنشاء مصنع لأجهزة السونار في مصر، وهيبقى هذا المصنع أول مصنع في الشرق الأوسط وإفريقيا. طيب النسب الحقيقة السنة فاتت من خلال ان احنا بدأنا نعتمد على الشركات المحلية او التصنيع المحلي كنا وصلنا 65 مليون دولار، السنة دي بقى الرقم 86 مليون دولار، وان شاء الله الرقم بإذن الله يبقى السنة الجاية اكبر بإذن الله. تعليمات سيادة الرئيس يا فندم دايما الصيانة الصيانة الصيانة، وده حقيقة التزمنا به وفي الصيانة المجمعة. هعرض سيادتك يا فندم الأرقام اللي هي تطور الصناعة المجمعة وأهميتها بقت إزاي. كانت الأجهزة الاستراتيجية لحد السنة اللي فاتت كان وصلنا ل 8483 جهاز، السنة دي وصلنا 10497 جهاز. الاستراتيجية اللي هي سواء أجهزة الرنين، أجهزة سي تي، أجهزة الأشعة كبيرة، الحقيقة دي الأجهزة بنعتبرها الأساطر القلب، دي الأجهزة اللي هي بنبدأ كنا بدأنا بيها، ودي الحقيقة الأرقام الحمد لله في كل سنة بحيث تقريبا تبقى كل الأجهزة متغطية بالصيانة المجمعة. النقطة الثانية يا فندم قطع الغيار، إن احنا برضو لما جبنا القطع الغيار بصورة مجمعة تم وفر من 32 مليون جنيه ل 41 مليون جنيه. في حاجة فندم الحقيقة كانت بموافقة سيادتك عملناها اللي هو الاستصلاح الاستبدالي، وده تم الحقيقة بالتعاون مع الزملاء في وزارة الصحة، هم عاونونا في الحكاية دي وفي إنجازها وفي المستشفيات الجامعية، إن الجهاز لما بيعدي عليه 10 سنين المفروض الشركة المنتجة ليه بتقول لك أنا مبقاش عنده القطع غيار. فحقيقة تفاوضنا مع الشركات إن بعد 10 سنين تبقى حاجة استصلاح استبدالي، إن الشركة هتغير كل مكوناته وتديله 10 سنوات أخرى ضمان أخرى يعني. يبقى أنا إحنا مدينا في عمر هذا الجهاز بدل من 10 سنين بقى 20 سنة. عدد الأجهزة فندم اللي اهتمت بهذه الصورة من 112 جهاز ل 249 جهاز، وده عمل وفر من 67 مليون جنيه ل 161 مليون جنيه. كانت تكلفات سيادتك يا فندم بتنفيذ المنصة الإلكترونية موحدة لإدارة العمليات المخزنية، وكانت بتاريخ 2 يناير 2024 تم تنفيذها 100% بواسطة أبناء الهيئة بمواصفات قياسية، وتم استضافتها بمركز بيانات المتكامل اللي افتتحه سيادة الرئيس، وذلك تحقيق رؤية شاملة لمخزون الجهات مما أدى إلى تطوير
وصرف أصناف طبية. أنا الأرقام ده فندم إن هي من ساعة من يناير لحد دلوقتي تم العمليات في حدود 2.5 مليار اللي تسجلت على الهيئة. تم وفر بسبب هذه الحوكمة نسبة 20% في حدود مليار جنيه. ده في الفترة اللي فاتت فقط فندم. دي نتيجة المجهود الحقيقي هذه المنظومة الإلكترونية اللي كل الحمد لله شارك فيها وكل تعاون الجهات تعاونت فيها. موضوع التراك تريس والتتابع الدوائي كان دايما في توجهات سيادتك في كل الجلسات التتابع الدوائي التراك تريس خدمي. حقيقة الحمد لله يعني من خلال حتى آخر اجتماع مع سيادتك كان عرض إن هيبقى إن شاء الله باتفاق مع هيئة الدواء ومع شركة الترقيم الدولية GS1 سيتم بإذن الله تنفيذه بإحدى شركات الهيئة ليتم إطلاقه في العام القادم. سيدرات الإسعاف حقيقة كان ستك افتتحت بالفيديو كونفرنس 5 صيدليات كان ده من حوالي 4 أشهر عشان خاطر يبقى نموذج صيدلية الإسعاف اللي كل الناس في مصر كانوا بيلجؤوله في النواقص. فكان قرار سيادتك ان يبقى الصيدلية فيه تكون موجود كل محافظة. الحمد لله تم تنفيذ 12 صيدلية وعلى نهاية العام سيكون كل محافظة فيها صيدلية نموذج صيدلية الإسعاف 24. الشراء الموحد يا فندم كنت دايما كل سنة بنعرض الأرقام الحمد لله الوفر بسبب الشراء الموحد. ودي يعني كقاعدة اقتصادية الشراء المجمع دايما هو بيعمل وفر في أي طريقة يعني بأي طريقة ده قاعدة اقتصادية يعني طبعا بمجهود الزملاء وبمجهود الهيئة وكل حاجة بس أساس نجاح الفكرة أساس نجاح هذا الوفر بسبب نجاح الفكرة تبقى في شراء واحد. الرقم يا فندم الحمد لله وصل 44.1 جنيه ودي بتمثل 20 أدوية مليار جنيه أدوية ولقاحات 5.3 مطالب جائحة كورونا 6.9 منظومات طبية 8 مليار مستلزمات معامل 3.6 أجهزة طبية 300 مليون جنيه صيانة. حقيقي بالتعاون مع وزارة الزملاء في وزارة الخارجية وبنشكر الزملاء في وزارة الخارجية قدرنا نتواصل مع اليونيسيف وعمل معاهم لقاءات عشان خاطر حصة اليونيسيف المصانع المصرية تبقى متواجدة فيها وبالمواصفات اللي هم حاطينها سواء اليونيسيف أو WHO. نتيجة كده فندم الحمد لله إن احنا يعني تم عمل إقامة معرض للمنتجات المصرية بجميع أنواعها سواء طبية أو غير طبية دي بمدينة إيجيبتو الطبية في فبراير 2023. تم عمل مؤتمر اليونيسيف في شهر 1/2024 كان هدف المؤتمر أو نتائج هذا المؤتمر فندم زيادة توعية الموردين المصريين بالفرص المتاحة توقيع اتفاقيات إطارية طويلة الأجل الاتفاق على إقامة محطة لوجستية بجمهورية مصر العربية. واسمحوا لي يا فندم أتقدم بخالص الشكر لشركاء النجاح من الوزارات والهيئات والجمعيات العلمية برئاسة الأستاذ الدكتور عادل العدوي والزملاء في هيئة الشراء الموحد. والسلام عليكم ورحمة الله.